قابل للكسر مع الدكتورة هناء نمنكاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قابل للكسر الحلقة الماضية كان آخر سؤال لنا: هل تعتقد أنه جاء الوقت اللي لازم تتغير أو لسه ما جاء؟ هل تعتقد جاء الوقت اللي تقرر فيه تتغير وتغير قناعتك بالتغيير وأنه هو شيء لازم بالواقع؟ كل مخلوق يعلم جيدا أن الحياة حياة لأنها متحركة ومتغيرة. فهل تشوف أنه جاء الوقت اللي مهم تقرر فيه الإيمان بهذا المعتقد أنه التغيير ضروري الحياة طيبة؟ أنه التغيير إلزامي على كل واحد مننا؟ أنه التغيير موجود رضينا أو لا؟ فالأحوال تتغير، ما تشوف أنه من العقل وأنت العاقل أنك تجهز للعمر الجاي وتهتم بصحتك، وأنه الوظيفة والمال ليسوا دائمين فتغير عاداتك، عادات الصرف والادخار عندك، أنه الأولاد والأصحاب راحلون فتغير عاداتك في التعامل مع الآخرين عشان يحبوا جلستك بدل ما ينفروا منها، أنك تطور عادة القراءة أو المشي أو التأمل في مخلوقات الله عشان يوم ما تتغير وتتغير حياتك ووضعك وتكون مرات لوحدك ما تضعف بل تقوى بعاداتك الجيدة هذه. فكر وأنت العاقل وقرر وابدأ ولا تنسى بالتدريج وحبة حبة وبالعلم وبالمعرفة نقدر نغير قناعاتنا ونؤمن بالأشياء الصحيحة ونقدر نبدأ مراحل التغيير. حشارككم آية أتأملوا فيها، وممكن تكون هذه الآية هي قائد لكم للتغيير بالتدريج. تبدأ بعلاقاتك، لما تسأل أبدأ بأية علاقات؟ أبدأ بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى وكيف هتغيرها. فكر حتى لو تبدأ بتغيير بسيط واستغل هذا الشهر، ممكن تكون أحافظ على صلوات الخمسة على أوقاتها. فكر بعلاقتك مع والديك، ممكن التغيير يكون إن أبدأ أطمن عليهم أكثر أو أقضي لهم حاجاتهم بشكل أكثر أو أكون أكثر تبسما في وجوههم. الأقرباء، الأولاد، الزوج، الزوجة، زملاء العمل، كيف ممكن نتغير عشان نكون أفضل معاهم؟ وبالتدريج مرات نقدر نوصل ومرات ما نوصل، نحتاج نحاول مرة واثنين وثلاثة، ويكفينا هنا شرف المحاولات، لأن المحاولة ولو كسرتك هترجعك أقوى، هتوصلك للشيء اللي أنت تبغاه ممكن بوقت أطول، لكن هتوصل. لا تستعجل وتذكر سترزق ولو بعد حين. الآية هذه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللي يقول أنا ما أحتاج أتغير ترى قد يكون مختالا فخورا، اختار بنفسه وعلى باله أنه ما في شيء فيه يستحق أنه يتغير. والحقيقة عشان نفسك ترى أنت تستحق تتغير ودائما للأفضل. ممكن تكون آية، أبحث في كتاب الله، أبحث في القرآن، الآيات كثيرة تقدر تأخذ واحدة كبداية قودك للتغيير. السنة أيضا مليئة بحديث كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدر تختار الحديث اللي تحبه ويكون ملفت ليك ويكون بداية تغيير. الكتب، ربي سخر العلماء في كل الكون والأرض يعملوا أبحاث ودراسات ويسجلوا أفكارهم وحكمهم ويحطوها بين أيدينا في كتب. ممكن تختار الكتاب اللي يجذبك وتبدأ منه رحلة تغييرك. كل هذه المصادر ممكن تقودك للتغيير في أي شيء في حياتك، في الطبخ، في أعمال المنزل، في التربية، في العمل، في الأعمال، في الكتابات، في تعاملاتنا، في بيوتنا، في ملابسنا، في أسلوبنا، في تصرفاتنا، في ردة أفعالنا، وحتى في تفكيرنا وانبساطنا. مرات كل هذه الأمور تكون متعبة جدا، مرات تكون مملة لأنها تكررت وتعودنا عليها، أو غير مفيدة حقيقة لنا بس كده بنعملها لأنه لازم. ممكن تكونوا طفشتوا منها وما تزال مرهقة جدا. هل جاء الوقت أو ما جاء؟ اللي تحتاج تغير في طريقتك اللي بتتعامل فيها مع نفسك ومع الآخرين، أو لسه بتقول إنك ما تحتاج تتغير. خلونا نطبق الخطوات
خطوات فلسفة طوق النجاة البرتقالي للتغيير اللي تحدثنا عنها قبل. حدد نقاط قوتك في الطبخ مثلاً، هتفهم نفسك أكثر أو تفهم نفسك أكثر. أنا إنسانة أفهم الوصفات سريعاً، لكن نقطة ضعفي إنه المواد أو المقادير اللي أحتاج أستخدمها دائماً غير موجودة. فهنا بكل بساطة هغير نقطة الضعف وحاول أوفر المواد قبل ما أبدأ تحضير الطبخة. طبعاً مثال جداً بسيط، طبقوه على كل شيء في حياتكم تبغوا تتغيروا فيه. احرصوا على توفير الأدوات اللازمة للتغيير قبل ما تبدأوا. لا تقولي هتدرب على سواقة السيارة وأساساً ما عندك لا مدربة ولا عندك سيارة متوفرة. لا تقول هغير نفسي وأكل أكل صحي وفي بيتك ما في ولا شيء يمت بصلة للأكل الصحي. لا تقولي هبدأ أقرأ وبكون مثقفة وإنسانة واعية أكثر عشان أعيش حياتي بطريقة أفضل وما في بيتك كتاب يلفت نظرك أو تهتمي فيه. وفري أدواتك اللي تحتاجيها لرحلة التغيير قبل ما تبدأي، حتوقفي تذمر وحتوقفي حلطمة. التربية والتعامل مع الآخرين مرات سببها عدم معرفتنا لأفضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل في البيت، في العمل، أو مع الأطفال، أو مع الناس الأكبر سناً، ومرات هذه تكون أكبر أسباب توقفنا والأوقات طويلة. نقضي أوقاتنا وإحنا زعلانين أو نعتب على أحد أو نتألم من أحد، أو إحنا ممكن نزعج الآخرين بتصرفاتنا أو نظلمهم بتفكيرنا عنهم بشكل غير صحيح أو تعاملنا معهم. أقرأوا عن التعاملات، أقرأي عن الأخلاق، أقرأ كيف ممكن أخلاقك تتغير، سواء من ناحية شرعية دينية أو ناحية نفسية، وكيف نتعامل مع عقولنا وأفكارنا عشان أخلاقنا حقيقة تتغير. أقرأ عن العلاقات، عن تغيير النفس وعن تغيير الآخرين، وإيش هو اللي أسهل وممكن أكثر. أقرأ كيف ممكن الأطفال يفكروا، ترى حتعذروهم لكثير من تصرفاتهم، وبكده إذا كنت إنسانة عصبية وتصرخي كثير حتقدر تغيري هذا الصراخ. أقرأوا عن تفكير المراهقين والحاجات اللي في أنفسهم، حتخليكم ترحموهم أكثر وتغيروا طريقة تعاملكم معهم بشكل أسرع. والناس في العمل والناس حولنا وجيراننا، ترى في الإنترنت توجد مقالات بسيطة فيها حلول ومقترحات، أتأكدوا أنها مصادر موثوقة وحاولوا تتغيروا. حتى لو التغييرات صغيرة حتلاحظوا نتيجتها وأثرها الكبير عليكم، على بيوتكم، علاقاتكم، أعمالكم، وبكده حتوصلوا لنضج انفعالي أكبر. إيش هو النضج الانفعالي؟ هذا موضوعنا للحلقة القادمة وعلاقته بالتغيير. اللهم رضنا وارض عنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واهدنا واهد بنا وارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ونورا يضيء طريقنا لتغيير حقيقي للحياة اللي نتمناها. كنت معاكم من إذاعة ألف ألف أف أم، أنا هنا نمنكاني، وللحلقات القادمة في أمان الله.